بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء متجدد من يستفتون. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركة الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله معالي الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. أنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي بدأت تظهر الآن، ستظهر تباعا طوال الحلقة. ونرحب بأم أنس من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أم أنس. ولو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، السؤال الأول، هل الحسد عقوبة من الله أو ابتلاء وامتحان؟ هل الحسد، الحسد يعني كون الإنسان يحسد أو يصاب بالعين قصدك؟ إيه، إصابة بالعين يعني كون هل هي عقوبة من الله أو ابتلاء وامتحان؟ الإصابة بالحسد نعم عقوبة أم ابتلاء؟ نعم. السؤال الثاني، أيهما نعم أفضل، التسبيح أو الاستغفار؟ كثرة الاستغفار وكثرة التسبيح. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أم أنس. أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. تفضل أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي وارفعي صوتك. أنا بالحين أقرأ صورة الكهف من نفس الجوال ونفس الصورة معي، هو يعني عادي ولا لا؟ يعني أشكل عليك، هم يقولون يعني اللي ممكن ما يجوز أنك تقرأي لها من الجوال اللي معك. طيب وأنت يعني تقصدين فترة العذر الشرعي ولا في كل وقت؟ لا، العذر الشرعي من معي. اي يعني اقرأ صورة الكهف. اي نعم، القراءة من الجوال بالنسبة للحائض. السؤال الثاني، ما في شيء. تسمع الإجابة أم عبد الرحمن، شكرا لك. أبا أحمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي عندي سؤال بس أبغى أتفصله مضبوط الله يخليك. طيب ما هو سؤالك؟ عندي ولدي متزوج وعنده أطفال. أي نعم. وعليه ديون مرة متدين لا نهاية، راتبهم عادي حصل شيء منه. طيب وانا اعطيته فلوس قبل كذا دينته، بس انا عندي اولاد وبنات ما اقدر اعطيه كذا، ودول ما اعطيهم شيء، وما اقدر اعطيهم كلهم ما يكفيهم، فممكن اعطيه من زكاة المال لو سمحت او صدقة؟ يعني اشكل عليك انك تعطيه دون اخوته العدل؟ ما اريد اعطيه، اعطيته انا دينته بس ما دين، ما بيرجع جدين لأنه ما عنده حاجة، ما مرة متعب. يعني تريد تسدد عن بعض ديونه من زكاتك؟ أيوة لو سمح. أي نعم. طيب أنا سددت عليه قبل كذا، بس الحين هو يبغى يأكل، يبغى يأكل، أديله من الزكاة يأكل منها ولا صدقة ولا إيش أسوي؟ طيب. طيب لكن عليه ديون الآن. يقول عليه ديون كثيرة. مرة مرة. طيب مرة طيب. آخر غربة أصور عمل شقته وتعب فيها وعليه ديون. طيب كثيرة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي يدينه. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا أحمد، شكرا لك. محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله يا محمد. جزاكم الله خير على ما تقدمه للمسلمين. وياك حبيبنا، تفضل. وجعلهم في ميزان حسناتكم يتقون إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. يا أخي عندي سؤال متعلق بال، عندي كفارة يمين مثلا وإطعام 10 مساكين، هل يعني مثلا بيت مجموعة فيها 10 أشخاص ويجيب لهم وجبة، وكم مقدار هذه من الأرز والدقيق مثلا، أو إني مثلا 10 بيوت وأعطيهم يعني مثلا كم يعني مقدار هذه الكفارة؟ تسمع الإجابة. وعندي برضو عندي مثلا يعني زي ما تقول حلفت، اديت حلفات على شيء واحد، وما هو كفارة واحدة ولا اديت يعني مثلا ممكن 5 مرات او 6 مرات حلفت على شيء واحد اني لا افعله ثم افعله، يعني حلفت 5 مرات على امر واحد. ايوة. ولم تكفر. اني لا افعله ثم افعلته. ايوة، يسأل عن كفارة هذا. طيب
طيب طيب. لكن أنت يعني حلفت ثم ولم تكفر ثم حلف ثم حلف خمس مرات. اي نعم. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. أبا سعيد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا سعيد. الله يسعدك. الحبيب أبا. وياك. نستفسر عن دعاء الاستفتاح بالنسبة لقيام الليل وتراويح في رمضان، هل هو في كل ركعتين أو لا؟ طيب. سؤال ثاني. يا سلام. تسمع الإجابة يا أبا سعيد. أبا ناصر من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الله حيا. مرحبا بأبي ناصر، تفضل بأسئلتك. بارك الله فيك. الله عندنا سؤال واحد، الله يحفظك يا أخي ياسر. تفضل، ما هو سؤالك؟ السؤال الله يحفظك، بالنسبة نوم الرجل والمرأة على البطن وعلى الظهر، نوم الرجل والمرأة وش حكمه؟ هل هو الحكم واحد ولا الرجل نومه يعني على بطنه وعلى ظهره يختلف عن المرأة؟ الله يحفظك. طيب طيب، واضح السؤال. شكرا لك، شكرا لك. أم نواف من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي يعني مسألة خاصة، ممكن أخذ رقم الشيخ أتصل عليه؟ طيب، تواصلي مع الأخوة في الكنترول. نعم. أمة الله من السعودية، السلام عليكم. أبا علي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا علي. عندي سؤال واحد. ما هو سؤالك؟ سؤالي عندي زوجتي أبوها انتحر، كان مريض اكتئاب شديد وعالجوه ودوه لكم طبيب وما فاد، وكان يقول له أنا بنتحر، وحاول قبل كده ويوم من الأيام وهم رقود وقام وانتحر. سألت الشيخ، الشيخ قال لها انتوا قصرتوا فيه وعليكم يمين صيام شهرين، وهل هذا هل عليهم اثر في كذا في الشيء هذا؟ طيب. هو ودونا كم قديم وسافر مره وتعالج ورجع وحاول قبل كذا وقال يقول لهم بنتحر، وهم ما صدقوا الشيء هذا، ما صدقوا. يوم من الايام هم نايمين وهو قام وانتحر، وهل هذا يكون في القدر وكذا؟ يكون قدر يعني في دعوه، هل عليهم اثم؟ هل عليهم صيام؟ طيب والله مقصرين. طيب طيب، واضح السؤال يا بعدي. ايوه، هل يكون قدره في الانتحار كذا؟ يعني هل يكون قتلوا خطأ وبالتالي عليهم كفارة القتل بالخطأ؟ ايوه، هل عليهم كفارة هم في تقصير؟ أي صحيح صحيح. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا علي. شكرا. شكرا لك. من أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. أسأله أبغى أسأل الشيخ الله يسعدك على زكاة الذهب، هل تجب هي للفقراء والمساكين أم لا؟ أم لا أم تصح في الأقربين؟ زكاة الذهب ماذا بها؟ هي للفقراء والمحتاجين والمساكين، أو تعطي هذا الأقرباء؟ والأقرباء ماذا بهم؟ فقراء ومساكين؟ إيه، أو أعطيها للأقرباء أو لا بالمعروف؟ أي أنت سألين هل نعطيها للفقير القريب أم للفقير البعيد؟ هكذا السؤال؟ اي لا، حتى القريب يقول لك ما فقير انها تحل فيه، انا صار كذا. يعني القريب يعني القريب ليس فقيرا. ايوه، يقول انها تجب فيه، وانا اقول لا في الفقراء والمساكين وفي مسادرها. طيب طيب طيب، جزاك الله خير. شكرا لك يا ام عبد الرحمن، تسمع الاجابه. وشكرا لجميع من اتصل بنا، ومرحبا بشيخنا. ونبدا باسئله المتصلين. انا استسال عن الذي اصيب بعين بالحسد، هل هذا يكون من قبيل العقوبة أم من قبيل الابتلاء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أصيب بالعين فهذه مصيبة من جنس المصائب الأخرى التي يصاب بها الإنسان،
وهذه قد تكون عقوبة على ذنب فعله الإنسان، وقد تكون ابتلاء من الله عز وجل لهذا الإنسان رفعة لدرجاته، والله تعالى أعلم وأحكم. هذه أمور لا نستطيع الجزم بها هل هي عقوبة أو ابتلاء، ولكن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. على الإنسان إذا وقعت له مصيبة أن يتفقد نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والخطايا التي وقع فيها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين فإثمها أعظم وأشد. وقد يكون هذا الأمر المكروه ابتلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وذلك لرفعة درجاته وللتمحيص. وكما قال ربنا سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذه الأمور المطلوب من المسلم أولا أن يعلم أنها بقضاء الله وقدره، ثانيا أن يسعى للعلاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، يسعى للعلاج ويسأل الله تعالى الشفاء. العلاج سبب والشافي هو الله عز وجل، فيسعى إذا كان أولا يعني هذا قول الأخت الكريم أن هذا عين لا يدرى هل هي عين أم لا، لأن بعض الناس يتوسع في هذا الأمر وكلما أصيب بشيء قال هذا عين، يتوهم يقول هذا عين، والواقع أنه ليس عين وإنما قد يكون مرض نفسي وقد يكون غير ذلك. فالمطلوب هو فعل السبب، وذلك بالذهاب للطبيب النفسي المختص، وأيضا أخذ الرقية الشرعية، وأيضا إذا كان هناك موقف حصل بينه وبين أحد ووجدت قرينة تدل على أنه قد أعانه فيمكن أن يؤخذ من أثره، فإن هذا من أسرع الأمور لمعالجة العين كما وردت به السنة، يطلب منهم ما يتوضأ أو يأخذ من أثره من أي شيء، والتجارب تدل أيضا لصحة هذا المعنى. لكن لا بد من قرائن حتى لا يتهم الناس جزافا، تكون قرينة بأن يكون مثلا قد بدأ من كلام إعجاب أو نحو ذلك فيأخذ من أثره، وبإذن الله تعالى يبرأ إن كان فعلا قد أصيب بالعين. أنا استسأل ما الأفضل التسبيح أم الاستغفار؟ كلاهما له فضل، الأفضل الجمع بينهما، يسبح تارة ويستغفر تارة. التسبيح عبادة عظيمة اختارها الله عز وجل لجميع المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولم يقل إلا يحمد الله أو يهلل أو يكبر، إنما قال يسبح. فاختيار الله عز وجل لهذه العبادة يدل على عظيم شأنها. وكذلك الاستغفار شأنه عظيم، وهو أمان من نزول العقوبة على الفرد وعلى المجتمع، كما قال الله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس أنزل الله أمانين من العذاب، أمان رفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأمان باق إلى قيام الساعة يقصد وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني الاستغفار. فبالاستغفار ترفع العقوبات، الاستغفار أمان من وقوع العقوبة، وبالاستغفار تتنزل الرحمات، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فينبغي أن يكثر المسلم من الاستغفار، خاصة عند السحر قبيل الفجر، فإن هذا أفضل وقت للاستغفار، وأثنى الله تعالى فيه على المستغفرين بالأسحار في موضعين في القرآن، في سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وفي سورة الذاريات وهم يستغفرون.
وبالأسحار هم يستغفرون نعم بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال يقول السائل هل تغسيل عورة الابن البالغ وأنا أستخدم القفازات ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء لأنه مس بغير شهوة. أي. وإنما مس الفرج بشهوة هذا هو الذي ينتقض به الوضوء على القول الراجح. وقد ورد في ذلك حديثان، حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر حديث طلق بن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك. والجمع بينهما أن حديث بسرة يحمل على مس الفرج بشهوة، وحديث طلق بن علي يحمل على مس بغير شهوة بدليل أنه قال عن مس الفرج في الصلاة، لأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون الأزر، وأحيانا ربما أثناء تحريك الإزار تقع يده على الفرج. وأيضا قوله هل هو لبضعة منك يعني قطعة من كسائر أعضائك، هذا يدل على أن المراد بالمس في حديث طلق بن علي المس بغير شهوة. وعلى ذلك فعند الحاجة لمس عورة البالغ لكونه مثلا من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو نحو ذلك هذا مس بغير شهوة فلا ينتقض به الوضوء. نعم. أم عبد الرحمن تسأل عن قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم عبر الجوال. لا بأس بذلك على القول الراجح. أولا الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن في أرجح أقوال أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على منعها من قراءة القرآن. الحديث المروي في ذلك لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، وهذه المسألة مما تعم بها البلوى وتحتاج الأمة إلى بيانها. فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا عاما، ولاستفاض ذلك كما استفاض منع الحائض من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف. ثانيا القراءة في الجوال، الجوال أو الهاتف المنقول عندما يكون فيه الجوال، أولا المصحف الذي يكون في الهاتف الجوال هو عبارة عن ذبذبات وشارات إلكترونية لا يأخذ حكم المصحف الورقي. ثم على افتراض أنه يأخذ حكم المصحف الورقي أو أن بعض أنواع التطبيقات يكون المصحف مصورا، فالهاتف الجوال فيه شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، وتجد تلحظ هذا عندما تنكسر الشاشة الخارجية، والشاشة الخارجية بمثابة الحائل، ومس المصحف من وراء حائل لا بأس من غير طهارة لا بأس به. فعلى ذلك لا بأس بمس المصحف من هاتف الجوال مطلقا سواء كان الإنسان على طهارة أو على غير طهارة، لأنه إذا كان على غير طهارة يكون قد مسه من وراء حائل فلا حرج عليه. وعلى ذلك نقول المرأة الحائض لا بأس أن تقرأ المصحف من الهاتف الجوال، بل إنني أقول إن وجود المصحف في الهاتف الجوال من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان. صحيح. هذه نعمة عظيمة. صحيح. يكون معك المصحف في كل زمان وفي كل مكان معك في جيبك، متى ما تهيأ لك وجدت فراغا تفتح الجوال وتفتح تطبيق المصحف وتقرأ، هذه نعمة عظيمة. ويعني فيما سبق قبل أن يوجد هذا لابد أن يكون عند الإنسان المصحف الورقي، ولابد أن يتوضأ. نعم، ويتوضأ أيضا، وربما لا يتهيأ المصحف في كثير من الأماكن، قد مثلا تكون في السيارة مثلا قد لا يتهيأ المصحف، تكون مثلا في مكان انتظار قد لا يتهيأ لك المصحف. صحيح. الورقي. صحيح. لكن الآن معك المصحف في جوالك تقرأ منه في أي مكان وفي أي وقت، هذا من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن. ثم أيضا يعني المصحف الذي بالهاتف الجوال فيه خدمات أخرى. صحيح. تستطيع أنك تكبر الخط، تستطيع أيضا أنك تنظر معنا الآية وتختار أي تفسير من التفاسير تريد، تستطيع أيضا تستمع للآية من أحد المقرئين المتقنين إذا أشكل عليك قراءتها، إذا أشكل عليك تستطيع أن أيضا تتعرف على معنى الآية
محملا من كتب معاني الكلمات صحيح. ففي خدمات كثيرة، فهذا من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان. بل أن هناك تطبيق شيخنا يعطيك حتى إعراب الكلمة كذلك، إعراب نعم. الكلمة، ويعطيك أسباب النزول، ويعطيك أيضا ترجمتها للغتين ثلاث أو إلى ثلاث لغات، يعني خدمات إضافية غير التفسير وغير ما ذكرتم. وأقول هذا من نعم الله تعالى علينا، أقول هذا هناك أناس يعني لكونهم لم يألفوا المصحف الجوال تجد أنهم ينفرون منه ويحذرون الناس منه، هذا بسبب سوء الفهم، ومن جهل شيئا أنكره، وربما يكون هذا في نوع من كفران النعمة. هذا وجود المصحف الجوال هذا نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله تعالى علينا، فمن شكر هذه النعمة أن نستحضر عظيم شأن هذه النعمة وأن نحمد الله تعالى عليها. نعم شيخنا، يعني هل هناك أفضلية مثلا لو وجد المصحفان الورقي والإلكتروني؟ مثلا يعني شخص أتى إلى المسجد مبكرا وأدى الراتبة القبلية وأخرج جواله وقرأ، أم الأفضل أنه يخرج المصحف؟ هل هناك أفضلية أم كلاهما سيء؟ طيب حتى أجيب عن هذا السؤال أطرح سؤالا، هل المصحف الورقي الموجود الآن هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس موجود، ليس موجود في صدورهم. كان نعم كان يحفظه الصحابة، لكن كان مكتوبا في الألواح وفي كرب النخل وفي الرقاع، ولم يكن مجموعا، لكن في عهد أبي بكر الصديق جمعا فقط، وفي عهد عثمان كتب، ولذلك يقال الرسم العثماني، كتب من غير تنقيط، ثم بعد ذلك في عهد الحجاج بن يوسف نقط، فيعني لاحظ هذا التدرج في القرآن. فالذي يقول المصحف الورقي المطبوع أفضل، طيب هذا المصحف الورقي أصلا ليس موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك الأجر واحد، العبرة بالقراءة، سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من المصحف الورقي المطبوع أو قرأت من المصحف الموجود في الهاتف الجوال أو قرأت من مصحف مثلا مكتوب على لوح أو أي شيء، المهم القراءة، الأجر واحد لا يختلف، الحمد لله. العبرة بالقراءة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فالعبرة بالقراءة صح. ولذلك لا يختلف الفرق. بعض الناس ينكر يقول في المساجد تجد الواحد معه جواله يقرأ من المصحف الهاتف الجوال، طيب ما الفرق بينه وبين المصحف الورقي؟ لكن وبعضهم ينكر على أيضا من يقرأ من المصحف في الصلاة، نعم ينبغي أن يضع على الصامت أو يضع على طيران مثلا حتى لا يأتيه اتصال فيشغله، أو يخفي الإشعارات، نعم ويخفي الإشعارات مثلا، يعني يتخذ الوسائل التي تجعل لا يشغله صحيح، لكن لا بأس أن يقرأ من المصحف في الهاتف الجوال حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، في صلاة النافلة وليست نعم صلاة النافلة، نعم أما الفريضة فلا يقرأ فيها من المصحف. أبو أحمد يقول أن ولده متزوج ولديه أطفال لكن عليه ديون كثيرة، ويسأل يعني عن إعطائه المال عن طريق الزكاة. أولا إعطاؤه لغير تسديد الدين لأجل فقره لا بأس به، بل إن هذا من صلة الرحم، ولا يلزمه أن يعطي بقية إخوانه وأخواته، لأن هذا فقير وإخوانه وأخواته أمورهم ميسورة، هذه تسمى عطية حاجة، عطية الحاجة العدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته، إنما العطية التي يسوى فيها بين الأولاد هي العطية المحضة التي تكون بدون سبب. فالأب يعطي هذا الابن الفقير لمطعمه ومشربه من غير الزكاة، يعطيه من غير الزكاة من حر ماله، وأما لسداد الديون لا بأس أن يسدد عنه دينه أو بعض دينه من الزكاة، لأن الأب ليس أصلا مطالبا بسداد الدين عن ابنه، ولذلك من رفع شكاية بهذا الابن لا يتعرض لهذا الأب بشيء، لأنه غير مسؤول وغير مطلوب وغير مطالب بسداد الدين عن ابنه. فعلى هذا نقول أخي الكريم لا بأس أن تسدد الدين من زكاة مالك عن ابنك، لكن ليس لك أن تعطيه من زكاة مالك لغير سداد الدين، بل عليك أن تنفق عليه من حر مالك، ولا يلزمك أن تعطي بقية إخوانه لأنه فقير وبقية إخوانه ليسوا كذلك. نسبة لسؤال قراءة القرآن في الفريضة،
إذا كان الشخص لا يحفظ إلا سور محددة ويقرأها دائما في كل صلاة ويريد أن ينوع لكنه لا يحفظ، هل له أن يستخدم المصحف؟ ليس له ذلك، لأن بعض المذاهب الفقهية يرون بطلان الصلاة، ومذهب الحنفية أحد المذاهب الأربعة، ولذلك ينبغي خروجا من الخلاف واحتياطا، وصلاة الفريضة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها، فيقرأ مما يحفظ ولو أن يكرر بعض السور لا يمنع، لأن قراءة ما تيسر من القرآن من سنن الصلاة، ليس من أركانها ولا من شروطها ولا من واجباتها، فصلاة الفريضة يحتاط لها فلا يقرأ من المصحف، إنما يقرأ من المصحف في صلاة النافلة. محمد يقول بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هل يعني إذا وجدت بيتا واحدا فيه فقراء فيه تقريبا 10 أشخاص أحضر لهم وجبة، أم لا بد أن أوزع هذه الكفارة على 10 بيوت؟ المهم إطعام 10 مساكين سواء وجدوا في بيت واحد أو في عدة بيوت. إطعام 10 مساكين، الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، والإطعام جاءت مطلقة، وما جاء في الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع فيه للعرف، وعلى ذلك فما يسمى إطعاما عرفا يتحقق به المقصود. فمثلا عند المطاعم عرف إذا قيل مثلا أعطني أرز مع لحم أو مع دجاج نفر واحد، عندهم عرف مستقر نفرين، فيطلب مثلا 10 أنفار، يطلب مثلا أرز مع لحم أو مع دجاج 10 أنفار ويعطي 10 مساكين سواء في بيت واحد أو في عدة بيوت، أو رزا نيئا ويكون مع لحم ني أيضا سواء كان مطبوخا أو نيئا أو نيئا. يقول حلفت 5 مرات على أمر واحد فكيف تكون الكفارة؟ تكون الكفارة واحدة لأن هذه الأيمان تتداخل فيما بينها ويكفي أن تكفر كفارة واحدة. نعم. أبو سعيد يقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح في قيام الليل، هل أقول الدعاء عند البدء في كل ركعتين أم يكفي أن أبدأ به في أول ركعتين من قيام الليل؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنك تأتي بدعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين، لأن كل ركعتين مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ومن سننها دعاء الاستفتاح. وقول بعض أهل العلم أنه يكتفى بدعاء الاستفتاح في أول ركعتين لا دليل عليه، بل يشمل كل صلاة، وكل ركعتين تعتبر صلاة مستقلة عن غيرها، بدليل أنه لو حصل منه سهو في هاتين الركعتين فليس له علاقة ولا ارتباط بما قبلها وما بعدها، فهي مستقلة. صحيح. فهي إذا ما دامت مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فأقول من السنن دعاء الاستفتاح. وعلى هذا حتى في صلاة التراويح وصلاة التهجد ينبغي أن يأتي بدعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين. نعم. عبد الله عبر إكس يقول هل حديث أبي واقد الليثي في التبرك بالأشجار يشمل الشرك الأصغر والأكبر؟ يحتاج مزيد مراجعة. نعم. وتأمل. والفرق، يسأل عن الفرق بين الشرك في العبادة والطاعة. نعم أيضا. حديث نعم، لعل إن شاء الله أجل الإجابة على السؤال الحلقة القادمة. شيخنا أيضا يسأل أبو ناصر عن نوم البطن. النوم على البطن ورد فيه نهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم على البطن، وقال أن هذه ضجعة لا يحبها الله، وفي رواية ضجعة أهل النار. ولكنه محمول عند جمهور أهل العلم على الكراهة، يكره ذلك، ويشمل الرجل والمرأة. أيه. أصل أن الحكم عام للرجل والمرأة. أيه. فيكره ذلك إلا لحاجة، إلا أن يكون ذلك لحاجة فتزول الكراهة. بعض العلماء فرقوا يا شيخنا، يقول أنه يعني قد يكون جائز في حق المرأة وقد يكون الحديث عام. نعم. أبو علي يقول أن أبا زوجته انتحر بعد اكتئاب مر عليه، وأفتي لهم بأن عليهم صيام 2 شهر متتابعين لأنهم قصروا في متابعة حالته الصحية. ألا يظهر أن عليهم كفارة؟
لأنه ما دام أنه هو الذي قتل نفسه وهو الذي فعل ذلك ولم يتسبب أحد في هذا، فالأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والعلاج والتداوي ليس واجبا في الأصل، وعلى ذلك فلا يظهر أن الكفارة تجب عليهم ويتمسك بالأصل وهو براءة الذمة. وهذا الرجل الذي مات منتحرا يبقى أنه مات على الإسلام، فيدعى له بالمغفرة والرحمة. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنه في النار تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، ولكنه لا يخلد في النار إن دخل النار. وهذا غاية ما فيه أنه مرتكب لكبيرة ولم يخرج من دائرة الإسلام، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة. وربما تكون عنده أمور نفسية أجبرته على هذا الأمر، بعض الناس ربما تأتي تهيؤات نفسية تصرف تصرفات غير إرادية، ولذلك فيدعى له بالمغفرة والرحمة. وأما بالنسبة لأقاربه فالأصل براءة ذمته. نسأل الله له الرحمة ولجميع موتى المسلمين. أم عبد الرحمن تقول أن قيل لها، وأمر غريب يعني بالنسبة لي، أن إعطاء الزكاة زكاة الذهب يجوز أن تعطى للأقرباء حتى ولو لم يكونوا فقراء. هذا غير صحيح، الزكاة لا تعطى للأصناف الثمانية المذكورين في قول الله عز وجل إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. لا تدفع الزكاة إلا لهؤلاء الثمانية، ومنهم الفقراء والمساكين سواء كانوا أقارب أو غير أقارب. والفقراء والمساكين يعني المحتاجين، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء أو عنده دون نصف الكفاية، والمسكين الذي عنده نصف الكفاية أو عنده أكثر الكفاية لكن ليس عنده تمام الكفاية. فالمعدم هذا فقير، عنده دخل لكن يكفيه إلى عشرة من الشهر هذا فقير، عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهر يعني يجد نصف الكفاية هذا مسكين، عنده دخل يكفيه إلى عشرين من الشهر يعني يجد أكثر الكفاية ولا يجد تمام الكفاية هذا مسكين، عنده دخل يكفيه لآخر الشهر هذا ليس بفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة، هم باب أولى إذا كان يدخر شيئا من دخله. نعم. هنا سؤالان شيخنا عبراكس، وه يعني هذان السؤالان يعني كثير ما يتم طرحهم مع عبر برامج الإفتاء. السؤال الأول تابي وتمارا. نعم. هذه الشركات الوسيطة من حيث الهيكلة ليس فيها إشكال، الإشكال هو الوحيد هو في شرط غرامة التأخير عند التأخر عن السداد، وهذا الشرط ليس من جنس الشروط شرط يعني ربا الجاهلية، إذا حل الدين على المدين قال الدائن المدين من تقضي وإما تربي، لأنه في 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 هذا الدائن يأخذ الزيادة، هنا الدائن لا يأخذ الزيادة، لا يأخذ الزيادة، ولهذا يعبر بعضهم بإلزام المدين بالتصدق عند التأخر عن السداد، أو التزام المدين بالتصدق عند التأخر عن السداد. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من أجاز أن يلتزم هذا المدين بدفع غرامة عند التأخر على السداد، ومنهم من منع ذلك. وممن أجاز هذا هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، وهي مؤسسة لها ثقلها في العالم الإسلامي خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية المصرفية، وأيضا بعض العلماء المعاصرين، ومنهم من منع. فتبقى المسألة مسألة اجتهادية. وعلى ذلك لو أن المتعامل مع هذه الشركات التزم بعدم التأخر، فمعنى ذلك أنه لن يقع في إشكالية هذا الشرط، لن يقع في إشكالية هذا الشرط ولا حرج عليه، لكن لا بد من وضع آلية بحيث يضمن عدم التأخر، بأن مثلا يجعل جزءا من مرتبه لسداد هذه الشركات مثلا. المهم أنه يضع آلية يقول حتى لو حصل عندي ظروف طارئة فأنا مستعد أني أقترض ولا
أدفع غرامة التأخير. فإذا التزم بعدم التأخر فلا حرج، لأنه لن يدفع غرامة التأخير، لن يدفع غرامة التأخير. وبعض الأخوة نسب لي أني قلت برأي ثم تراجعت، غير صحيح. الفتوى واحدة، وهي أن هذا الشرط محل خلاف، والأقرب عندي أنه غير جائز. لكن لو كان الإنسان لن يقع في غرامة التأخير ولن يقع في هذا الشرط، بحيث المعاملة صحيح، التزم بأنه لن يتأخر ووضع آلية وضمانات، فمعنى ذلك أنه لن يقع في المحظور الشرعي ولا حرج. فهذا هو يعني تفصيل الكلام في هذه المسألة. وعلى ذلك نقول من كان ربما يدفع غرامة التأخير، ربما يتأخر ويدفع غرامة التأخير، نقول ليس له أن يتعامل عن طريق هذه الشركات. لكن من ضمن أنه لن يتأخر وسيسدد من غير تأخر فلا حرج عليه. نعم. السؤال الثاني أيضا، الأسئلة الكثيرة عبر برامج الإفتاء، ما حكم السعودة بدون عمل؟ هذه تسمى السعودة الوهمية أو التوطين الوهمي. نعم. هذا لا يجوز، لأن فيه كذبا وفيه احتيالا وفيه مخالفة للأنظمة التي وضعها ولي الأمر للمصلحة العامة. حسنت. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتجب طاعة ولي الأمر فيما يأمر به رعيته مما فيه مصلحة، فلا تجوز مخالفته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا هذه السعودة الوهمية فيها كذب، فيها مخالفة لولي الأمر، فيها التفاف على الأنظمة التي وضعت لأجل المصلحة العامة. يعني عندما تلزم الدولة بتوطين الوظائف، هذا لأجل المصلحة العامة، لأجل أن لا يبقى هؤلاء الشباب عاطلين، لأجل تحجيم البطالة التي ضررها كبير على الأفراد وعلى المجتمعات. وهذا المقصد مقصد عظيم، ينبغي أن يقف المجتمع مع الدولة لأجل تحقيق هذا المقصد وهذه المصلحة العظيمة. كون بعض الناس يلتف على هذا ويكذب، ومع ذلك يريد فتوى تشرع له هذا الأمر، يعني لا يكتفي فقط بالكذب والالتفاف على هذه الأنظمة، وإنما يريد فتوى تشرع له هذا الأمر، هذا أمر غير مقبول. على المسلم أن يكون صادقا وأن يكون واضحا. صحيح. وأن يتعاون مع الجهات الحكومية التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. نعم. هنا سؤال يا شيخنا الكريم، يقول نحن جمعية تطوع وتحت مظلة رسمية نعمل في مجال مساعدة الناس المتعطلين في البر والمغرزين بسيارات في الرمال والتائهين ونحو ذلك، وخاصة الطوارئ، وتأتي إلينا اتصالات من طالبين المساعدات في أوقات الصلاة وأحيانا وقت صلاة الجمعة ربما والخطيب يخطب، فنترك الصلاة ونسرع لمساعدة المنكوبين أو التائهين، فما حكم فعلنا؟ أنتم معذورون في ترك الجمعة والجماعة لأجل إنقاذ هؤلاء المنكوبين، وهذا عذر لكم، بل أنتم على أجر، وأجر الجمعة والجماعة تام، أجر الجمعة والجماعة تام لكم مع ما تنالون من الله تعالى من الأجر العظيم على مساعدة هؤلاء المنكوبين. أنتم تقومون بعمل صالح وبعمل عظيم، وأنتم معذورون في ترك صلاة الجمعة والجماعة، وقد ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا بكثير يعذر معها الإنسان في ترك الجمعة والجماعة. ما شاء الله. أيضا شيخنا سؤال من أحد أبطال الحد الجنوبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وينصرهم على عدوهم. يقول السائل أنا مرابط على الحد أبو لارين، يقول ولكن ليس يعني لست في الخطوط الأمامية، ومقر عملي يبعد عن مقر الإقامة قرابة 300 كيلو، ولدي سكن في مقر عملي أبقى فيه أيام ثم أعود لمقر إقامتي، وأسأل عن الجمع والقصر إذا وصلت إلى مقر عملي. ما دام أن لك سكن في مقر عملك فلست مسافرا. وإنما أنت مقيم، لك إقامتان، إقامة في مقر العمل ومقامة في بلدك الذي فيه منزلك، فليس لك القصر ولا الجمع إلا في الطريق فقط. نعم. أيضا يا شيخنا الأسئلة ما شاء الله كثيرة هنا عبر إكس. كمال عبد الرحمن يقول
نشهد الله على محبتك يا شيخنا ونريد دعواتك ونسأل عن أسباب الفرج. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى جل من تحبينا بجلاله وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أسباب الفرج كما قال ربنا سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبحانه من أعظم أسباب الفرج، تقوى الله عز وجل. فمن يتق الله يجد الفرج ويجد المخرج ويجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الفرج الدعاء، تدعو الله سبحانه، خاصة بأدعية المكروب والمضطر والهم. ومن ذلك دعاء يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. لكن ليست خاصة بيونس، وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. فمن كررها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكان مغموما، فإن يزول عنه الغم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الأدعية التي وردت في السنة، ومنها: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، ويسأل الله تعالى أن يفرج عنه وأن يزيل كربته. فالدعاء من أعظم أسباب الفرج وإزالة الكرب. نعم. في سؤاله الثاني الأخ كمال يقول: لدي بطاقة أضع فيها المال وأشتري STC باي، لمن أشتري يشعرونني إشعار أن رجعنا لك هدية هللة أو ريال أو أقل، هل يجوز؟ لا بأس، من باب التنازل عن بعض الشيء أو بعض الحق فلا بأس. ومثل ذلك كاشباك أيضا. أي نعم. نعم. أي نعم. في سؤاله الثالث الأخ كمال يقول: أريد توجيه رسالة تشجعني على طلب العلم، وهل برامج الإفتاء تدخل في مجالس الذكر وكذلك المحاضرات المسجلة أو البث عن بعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يرزقه الفقه في الدين. ومن أقصر وأسرع الطرق لطلب العلم أن تلتحق بكلية شرعية. فإذا التحقت بكلية شرعية ودرست فيها المرحلة الجامعية وواصلت، مثلا تيسر لك أن تواصل الدراسات العليا، تختصر الكثير من الوقت والجهد. أن هذه الكليات الشرعية تقدم العلوم الشرعية ممن يحمل أعلى المؤهلات، ممن يحمل شهادة الدكتوراه فأعلى، وفي جميع التخصصات الشرعية. فهذا هو أقصر الطرق. كذلك أيضا دروس العلماء والمشايخ وملازمتها، وأيضا قراءة الكتب وحفظ المتون بعد حفظ القرآن، هذه كلها من أسباب تحصيل العلم. والاستماع لبرامج الفتوى، وكذلك أيضا مشاهدة الدروس عبر اليوتيوب وغيره، هذه أيضا تدخل في طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله فضله. أحمد من السودان يقول: هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، وهل يتوجب الجهر بها في الصلاة؟ البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة التوبة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة أن الله قال: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل: فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال: فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولأنها لو كانت آية من الفاتحة لجهر بها، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها. وهكذا أيضا خلفاءه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما قال أنس، كانوا يبتدئون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا البسمة ليست بآية من فاتحة، ولا يشرع الجهر بها في أقوال في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. هنا سؤال عن تشغيل القرآن في البيت ودون الاستماع إليه، سواء يعني مثلا البيت أهل يعني ليسوا موجودين أو حتى موجودين لكن يعني مشغولين، مثلا إما المرأة تنشغل في مطبخها أو الرجل منشغل بأمر آخر. القرآن مبارك وتشغيله في البيت الأمر حسن، لأن تشغيله أولا ربما يستمع له من يستمع ممن في البيت، ثانيا أنه يجعل البيت عامرا بذكر الله عز وجل، يطرد الشياطين. فكون الإنسان يشغل القرآن في بيته ولا يؤذي أحدا، لا يؤذي نائما أو أحدا في البيت، هذا لا بأس به. نعم. نعم. أيضا من الأسئلة شيخنا أبو يوسف يقول: أنا أعرض سلعة تاجر، أتواصل معه بالجوال ولا أملك السلعة، نعم يصورها وأعرضها في مواقع التواصل وأزيد في السعر، مثلا تاجر يقول أبيعها لك بخمسة وأنا أعلن في مواقع التواصل وأخليها بستة أو سبعة للزبون، وأنسق ويحول التاجر الزبون ويوصلها له والتاجر يحول لي نسبتي. لا يجوز أن تبيع ما لا تملك. أيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. إذا كنت تفعل ذلك بصورة مباشرة معنى ذلك أنك بعت ما لا تملك، وهذا لا يجوز. لكن المخرج إما أن تتملك السلعة ثم تبيعها، وإما أن تكون وكيلا عن المشتري بأجر، تقول مثلا أنا سأشتري لك هذه السلعة بهذه المواصفات لكني سأخذ عليها أجرة. فمثل ما ذكر في السؤال، لو كانت مثلا سعرها خمسة جعلتها ستة والريال الزائد هذا أجرة وكالة، هذا أيضا مخرج. أيضا من المخارج أن من يطلب السلعة تعيده بأنك ستشتريها له ثم تبيعها عليه وتتربح في ذلك، لا، فهذا أيضا مخرج. أيضا من المخارج أن تكون بطريقة السلم، بأن تطلب المبلغ مقدما من الزبون ويطلب منك سلعة بمواصفات معينة ثم تقوم أنت وتحضر له هذه السلعة بتلك المواصفات، هذا يسمى سلما. وإذا كانت السلعة ما يستصنع فيكون استصناعا. فهذه الآن أربعة مخارج: الصورة المباشرة أنك تبيع مباشرة وأنت لا تملك السلعة، هذه ممنوعة لا تجوز. لكن ذكرنا أربعة مخارج ممكن أن تكون وكيل بأجرة، أو تبيع بصيغة السلم، أو تبيع بصيغة الاستصناع، أو تبيع بالوعد عن طريق الوعد تعيده بأنك إذا تملكت السلعة سوف تبيعها عليه. أسيل من موريتانيا تقول: شيخي هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فهل عدتها 4 أشهر و10؟ عدتها بوضع الحمل، المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل، لعموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. بل حتى قال الفقهاء: حتى لو وضعت الحمل وهو يغسل، يعني زوجها يغسل ووضعت الحمل بعده، تكون خرجت من العدة. معنى ذاك العدة ممكن تكون دقائق، بل ربما تكون دقيقة أو أقل. يعني هذا رجل توفي ثم بعد وفاته مباشرة ولدت زوجته، تخرج من العدة مباشرة. وربما تكون المسألة على العكس، يكون لا زال الحمل نطفة في بطن زوجته، فتبقى 9 أشهر وهي في العدة حتى تضع مولودها. فالعدة إذن قد تطول وقد تقصر، فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل، قد تكون 9 أشهر وقد تكون لحظات. صحيح صحيح. نعم. عبد الله يقول: هل تكفي توبة واحدة تعم الذنوب جميعا، أم لابد من لكل ذنب توبة خاصة به؟ أما الذنوب التي يستحضرها الإنسان فهذه يتوب منها توبة خاصة، لكن لا يمنع ذلك من التوبة العامة، والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهناك ذنوب عملها الإنسان، يعني عمل معصية فيما بينه وبين الله عز وجل، يتوب منها، والتوبة تكون بثلاثة أمور: بالإقلاع عن الذنب،
وبالعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، وبالندم على ما حصل منه. وإذا كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فلا بد من التحلل منه، وهذا أمر رابع. لكن أيضا التوبة العامة مطلوبة، التوبة العامة من جميع الذنوب مطلوبة من المسلم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا شيخ سعد وأن يبارك فيكم وفي علمكم. آمين. بارك الله خير، وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذا اللقاء الذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. هذه الحلقة أيضا، غدا إن شاء الله موعد متجدد، إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للعلماء من ولدوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفي الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهمتنا الصواب.